مشاهدينا وشاهدي في البوي، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم 1 اون 1. معانا النهارده واحد من الحراس الموهوبين في مصر خلال السنوات الاخيره. انتقاله من نادي الاسماعيلي لنادي الزمالك احدث ضجه كبيره في سوق انتقالات الدوري المصري، خاصه وانه كان اغلى صفقه انتقال حارس مرمى من نادي الى نادي. وبعد نهايه الموسم الماضي بدا يتردد الكثير من الاخبار في وسائل الاعلام، هل هيبقى محمد عواد في نادي الزمالك ام سيرحل؟ معانا النهارده نجمنا محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك. اهلا بيك، منورنا ومشرفنا في موقع في البول. اهلا بيك، سعيد لنا موجود معاك النهارده، وان شاء الله تكون حلقه كويسه ويكون فيها كلام مفيد ان شاء الله. في البدايه عايزين تعليقك على الهزيمه من ارتا سولار في بطوله الكونفدراليه. هل شايف ان الزمالك بنسبة كبيرة اللي هو يقدر يعوض، ولا هو كده هيخرج من البطولة، خاصة تاريخ نادي الزمالك في المواجهات الأفريقية في الخسارة بره الأرض هنا بيبقى فيه صعوبة؟ يعني كنت أحب إن احنا نبدأ الموسم بشكل أفضل من كده، ولكن اللعب بره في أفريقيا خارج الأرض يعني بيبقى مباريات صعبة جدا، وخاصة في الأجواء الرطوبة بتبقى فيها عالية بشكل كبير. أكيد يعني إحنا كان عندنا فرصة إن إحنا نطلع بنتيجة أفضل من كده، ولكن يعني الحمد لله على النتيجة، وأكيد يعني النتيجة ما ترضيش كل الجماهير المصرية بشكل عام، وخاصة جماهير نادي الزمالك. أكيد عندنا القدرة إن شاء الله، وأنا واثق في اللعيبة، واثق في كل الناس اللي موجودة، إن شاء الله إن إحنا نقدر نعمل نتيجة إيجابية. في بداية انتقالك لنادي الزمالك من الإسماعيلي، كان في كلام كتير بيتقال ان امير مرتضى كان رافض فكره انضمام عواد لنادي الزمالك، هل الكلام ده صح ولا كان غلط؟ بص يعني انا ما اقدرش ادخل في نيه حد او اعرف هو كان بيفكر في ايه، ولكن هي كان مفاوضات كان بشكل مباشر كان مع مستشار مرتضى ومعايا انا شخصيا يعني، فهو اتكلم معايا بشكل مباشر وانا كنت مرحب، وحتى وقتها انا وقعت على عقدين، كان في اتفاق اول بيني وبين المستشار في الاول، وبعد كده يعني الصفقه كان على وشك ان هي ما تتمش، وبعد كده اتكلم معايا ان انا اقدر اخفض شويه من الراتب بتاعي عشان اقدر اتمم الصفقه بشكل نهائي، ولكن في النهايه يعني انا اتكلمت معاه وقلت له انا مرحب طبعا، واتنازلت عن جزء كبير من العقد اللي احنا كنا متفقين عليه الاول عشان اكمل الصفقه. ناس خلال الفتره الايام الماضيه كانوا بيتكلموا ان عواد ما كانش موجود فتره الاعداد في كام يوم، وبعد كده ما سافرش مع الفريق. ناس كانت بتتكلم عواد، كان طبعا فكره التجديد وعدم التجديد، ناس بتتكلم ان عواد مش مصاب. عايزين نعرف بالظبط اسباب غيابك كان ايه. بص يعني انا الاصابه دي جات لي في السعوديه، يعني اول تمرينه في السعوديه خلال البطوله العربيه. جات لي رشح في الركبه، واتكلمت مع الدكتور، حتى كان يعني حصل موقف في البطوله في ماتش الشباب، كان مستر اسامه كان عايز يبدا من ماتش الشباب، وعمل اجتماع مع الجهاز الفني ومع الدكتور اسامه ان انا يعني هو كان حاطط تشكيله قبل الماتش بيوم، وبيعرفني يعني ان انا موجود، لكن الدكتور بلغ ان انا عندي رشح وعايز يعني ايه يريحني من التمرين اللي هي كانت قبل الماتش. فقلت طيب يعني عادي، يعني اول مره تحصل لي ان يجي لي رشح يعني، فقلت التمرين التاني ممكن يروح، لقيت الرشح بيزيد، فالدكتور بلغته قبل التمرين الاساسيه بتاعت ماتش الشباب، فالدكتور بلغ الجهاز الفني ولقيته عامل اجتماع وبيقول لي انت بكره بادئ معانا الماتش، والدكتور بيبلغه يعني ان انت عندك مشكله في الركبه رشح وكده. ف قلت له لو الدكتور من الناحيه الطبيه شايف ان انا ممكن العب المباراه ممكن العب واخد حوالي مفيش مشكله، ولو انت محتاجني يعني. وهو فضل ان انا اريح في ماتش الشباب، والاصابه استمرت لحد بدايه فتره الاعداد، ريحت تقريبا 25 يوم، فالرشح ده بدا يقل مع اول تمرينه، بدا يرجع تاني بس بنسبه قليله، فالدكتور فضل ان انا اريح لحد لما يعني الرشح ده. طب هي المفروض قدامها قد ايه الاصابه دي لحد ما تبقى جاهز ان انت العوده للتدريبات؟ يعني شغال على برنامج الدكتور اسامه حطه لي، ف ان شاء الله يعني قريب جدا انه موجود في الملعب باذن الله. خلال الفتره الماضيه برضو كان في كلام كتير ان اللعيبه ما بتاخدش مستحقاتها، انت كعواد حصلت على كام في المية مستحقاتك؟ هل حصلت على الفلوس كلها ولا لا؟ يعني ما حصلتش على الفلوس كلها، بس يعني
خدت نسبة خلال الفترة اللي فاتت، وخدنا وعد من الكابتن عبد الواحد ان هو خلال الفترة اللي جاية هيبقى في صرف نسبة. ده الموسم الماضي مش الموسم الجديد لسه، لا يعني لا الموسم الجديد لسه ما حدش اي حد الفرقه لا، خد فلوس. الموسم اللي فات، وان شاء الله يعني قال لي يعني اتكلم معانا كلنا ان احنا ان شاء الله نبدأ الموسم الجديد واخدين كل فلوسنا القديمة، وان شاء الله يكون مع المجلس الجديد ان شاء الله يقدر يصرف لنا 25% جديدة، ويكون الموضوع الاستحقاق بتاعنا منتهي يعني. اوسوريو في المؤتمر الصحفي بعد مباراه فاركو تحديدا قال ان محمد صبحي حارس رقم واحد، وعواد لازم بالنسبه لي رقم اتنين، ولازم يشوف هيعمل ايه مكمل ولا لا. محمد عواد بعد التصريح ده من اوسوريو حسيت بايه، او اللي حصل ساعتها ايه؟ كنا الكواليس بالظبط ايه اللي حصل؟ بص يعني انا ما كنتش حابب ان انا يعني اتكلم في الموضوع ده، يعني انا ما بحبش اتكلم على مدربين يعني عامه، فهي وجهة نظر المدرب يعني يلعب اي حد هو عايز يلعبه، دي وجهة نظره. لكن انا اكيد اتضايقت من الحوار، واتضايقت من طريقة الكلام عليا بالطريقة ديت، وانا كنت عارف يعني ايه اللي ورا الكلام، يعني ان هو يتكلم بمعنى في التحديد ده ان هو يتكلم. انا ما لعبتش معاه غير ماتش واحد بس في الكاس، ويطلع يتكلم عليا بالطريقة ديت، كنت عارف ان فيها ورا كلامه وابعاد تانية، ان انا يعني ممكن يكون في ضغط من مدرب ان انت الفترة اللي جاية مش تبقى موجود معايا، علشان تقدر تحدد حتى واتكلم في المؤتمر ان انت تقدر تحدد انت عايز ايه مصيرك اذا هتكمل او هتمشي. بالظبط. ما اعتقدش يعني ان انا لحقت اتمرن معاه او اشتغل معاه واخد معاه فرصة كاملة ان هو يقدر يقول مين واحد ومين اتنين، ولكن هو كان في اتجاه ان انا خلاص من الفترة دي مش هشارك ومش هلعب، ولكن انا برضو مصمم ان انا مستمر ان شاء الله في نادي الزمالك، ودي رغبتي، وانا عارف ان انا اخترت نادي الزمالك ان انا اتحط في ضغوطات كبيرة جدا داخلية وخارجية، ولكن انا برضو مصمم على موقفي ان انا حابب ان انا ابقى موجود في نادي الزمالك، وحابب العلاقة القوية جدا مع جمهور نادي الزمالك، اللي انا الحمد لله يعني بشكر ربنا سبحانه وتعالى ان الجمهور كبير زي نادي الزمالك ان هو يحب لاعب، دي حاجة يعني مش ممكن لعيب يفرط فيها بسهولة. اكيد انا مكمل في النادي وعادي يعني اي ضغوطات اتحط فيها، بس ما كنتش حابب ان انا يتكلم عليا بالصورة دي، خاصة ان انا لعيب معاه في الفرقة وانا مكمل معاه الفترة اللي جاية، بس ان شاء الله يعني انا لعيب محترف ومدرب محترف برضو، تعاملنا مع بعض بعدها وما فيش اي مشكله. بعد كلام اوسوريو في المؤتمر الصحفي بمناسبه ان الكابتن محمد عبد المنصف هو مدرب الحراس، ما اتكلمتش معاه تعرف مثلا منه الراجل انتقدك؟ طب الانتقاد ده بسبب ان انت في عندك نواقص مثلا فنيه ولا ايه بالظبط؟ ما حبيتش تعرف. بص يعني انا ما بحبش اتكلم مع المدربين على امور بره الاطار الفني يعني، يعني اهو بس انا يعني اتكلم معايا الفتره ديت ان انا دايما في حسبان المدرب، وده كان كلام عكس الكلام اللي المدرب طلع اتكلم عليا في المؤتمر ده كلام الصحفي. الكابتن محمد عبد المنصف. يعني انا جوايا ما كنتش مقتنع يعني بالكلام، بس كنت بحاول اشتغل على الحاجه اللي المدرب كان دايما بيتكلم عليها، واللي وصلاني كابتن عبد المنصف اللي هي طريقه اللعب، الراجل بيحب يلعب بالرجل، فكنت بحاول ان انا اطور الحته ديت من خلال التدريبات ومن خلال المشاركه معاه في الفتره ديت، بس يعني ما حبيتش ان انا اطلع يعني او ادخل معاه في نقاش بره الاطار الفني. قبل كلام اوسوريو كان في طلع كلام ان يعني داخل نادي الجهاز الفني او اعضاء مجلس الاداره كانوا اتكلموا محمد عواد يشوف عرض، هل الكلام ده حصل فعلا؟ بص يعني انا اتكلمت خاصه مع كابتن عبد الواحد، اتكلم مع كابتن عبد الواحد بشكل شخصي، انا بحبه جدا على المستوى الشخصي، هو شخص قريب مني من قبل حتى ما يمسك منصب في النادي، هو اتكلم معايا قال لي انت عايز ايه، قلت له انا حابب ان انا ابقى موجود في النادي، واموري بسيطه يعني مش هبقى عندي شروط، انا حابب ان انا اكون موجود في النادي وانا مرحب بده، يعني نادي الزمالك انا ضحيت بحاجات كتير جدا عشان ابقى موجود في النادي، وجود اي لاعب في نادي الزمالك اكيد نادي الزمالك اسم كبير جدا ومضيف لاي حد يعني. فاتكلم معاه قال لي خلاص انا هنقل الكلام، بس انت برضو خليك برضو احتياطي ان انت يكون موجود معاك عرض واتنين، وصلت لي الرساله ان في عدم رغبه ممكن تكون من الناس ان انا مبقاش موجود الفتره اللي فاتت، وخلاص يعني بدات فعلا كلمت الناس وبدات اتكلم مع الوكيل بتاعي ان هو يعني يوفر لي عرض في نهاية الموسم اللي هو الصيف اللي فات يعني.
وفعلا اتكلمت معاه وجبنا عرض، والناس في النادي رفضت عرض العرض. منين بقى؟ كان عرض من الدوري السعودي و حابب تقول فريق ايه؟ لا لا مش حابب، لان هي كان هم ما كانوش عايزين يدخلوا بشكل مباشر في مفاوضات مع النادي يعني. وكان الكلام ان انت ممكن تتكلم مع اداره النادي عندك انت بنفسك وتتكلم، لو اردت تخلص نفسك احنا مرحبين بيك. احنا كنا عايزينك تيجي فري. لا مش بالظبط يعني، هو كان في جزء من الراتب بتاعي كنت انا هدفعه من عقد انا تمام. للنادي، انت كده كده علشان لسه بالظبط. الفلوس كامله لحد دلوقتي وكان مستحيل. في جزء ليا كبير من مستحقاتي، يعتبر تقريبا سنه واكتر كمان ما خدتهاش من النادي، تمام. فكنت هتنازل عن جزء واطلع واوفر كمان الموسم الراتب اللي فاضل. الشخصي بالظبط بالظبط. بس في النهايه اترفض العرض من النادي، وانا برضو يعني من اول ما دخلت النادي كان كل موسم كان بيجي لي عرض يعني من الدوري السعودي، كنت بقدم العرض للنادي والنادي بيرفض في النهايه، وانا كنت حابب ومرحب ان انا ابقى موجود في نادي الزمالك يعني. بس كان النادي دايما بيرفضه. هل بيرفضه بسبب اللي هو التمسك بعواد، ولا هو كان بسبب المبلغ المالي بيبقى قليل؟ اعتقد يعني المقابل المادي لو كان كويس كان الناس يعني كان هتوافق ان انا ما بقاش موجود في النادي يعني، مش تمسك بيا يعني. طب وانت شعورك ايه اللي النادي ما بقاش متمسك بيك؟ بص انا في الاول في الاخر انا ماضي عقد مع النادي الزمالك، لان انت لما مضيت عقد انت مضيت عقد وانت جاي من الدوري السعودي، وكنت يعني الافضل يعني الافضل في المركز بتاعك في الوقت ده، وجاي بصفقه كبيره جدا. مسؤولين في نادي الزمالك التمسك بيك لا، يعني مش فكره ان انت ترحل عن النادي، ما عندهمش مشكله، بس يعني لو فلوس جت كويسه تمام هترحل، بس فكره ان التمسك بيك اللي هو يعني انت حاسس ان هم متمسكين بيك، النادي يقول لك لا عواد ممنوع يمشي، ولا انت عندك الشعور ايه بالظبط؟ لا انا ما كنتش حاسس بالناس متمسكه الفتره دي بيا، فلو كان عرض جه كويس عرض مادي يعني فاعتقد ان الناس كانت وافقه يعني. جماهير الزمالك دلوقتي عايزه تعرف محمد عواد هيجدد مع الزمالك ولا لا؟ اتمنى ان شاء الله الواحد يكمل مسيرته مع النادي، وانا مبسوط في نادي الزمالك وحابب العلاقه اللي بيني وبين جماهير نادي الزمالك، واتمنى ان شاء الله التوفيق وان انا يكون لي نصيب اكمل مع النادي باذن الله الفتره اللي جايه. طب هل انت اتكلمت مع حد في نادي الزمالك؟ اتكلمت طبعا مع كابتن عبد الواحد، نقلت له رغبتي وان انا حابب ان انا اكمل مسيرتي مع نادي الزمالك، وهو وعدني ان هو ينقل رغبتي ان شاء الله للمجلس المنتخب الجديد، يعني وان اذا شاء الله الكلام ده ايام قبل السفر يعني قبل السفر اتكلمت معاه وقلت له ان انا حابب ان انا عندي مشكله كمان في مستحقات المتاخره مع النادي ان هو يحلها لي، هو وعدني بكده ان شاء الله في الفتره اللي جايه. وخلال المجلس المنتخب ان شاء الله هينقل له الرغبه بتاعتي ان انا حابب ان انا اكمل مع نادي الزمالك، واتمنى ان شاء الله ربنا يوفقني وساعد الفريق، اهم حاجه بالنسبه لي الفتره اللي جايه، لان هي فتره صعبه جدا على النادي، زي ما انا قدرت الفترات اللي فاتت اساعد الفريق وان احنا نقدر نجيب بطولات مع بعض. ان شاء الله الفتره اللي جايه دي فتره صعبه وكلنا عارفين كده في الظروف اللي بعيشها النادي، كل هدفي دلوقتي ان انا يعني اشتغل على نفسي كويس وارجع بشكل افضل فورمه ليا عشان اقدر اساعد زمايلي واساعد الفريق ان احنا نطلع من الظروف اللي احنا فيها دي. وبعد كده ان شاء الله يعني انا متاكد ان كابتن عبد الواحد هينقل رغبتي بشكل كويس للمجلس، واتمنى ان شاء الله يكون في توفيق ويبقى في توفيق كمان في وجهات النظر، واتمنى ان شاء الله ان انا اكمل مع النادي. وعواد تبقى حابب ان انت تجدد رغم ان انت مش بتشارك كأساسي؟ اكيد مفيش لعيب ما بيتمناش ان هو يشارك يعني، لكن انت في الاول في الاخر بيبقى في صدام مع المدير الفني، هو راجل شايف ممكن حاجه ما حدش شايفها، لكن في النهايه انت لعيب لازم تحترم رغبته يعني. دايما الفترات اللي انا ما بشاركش فيها دايما بتكلم مع المدربين ودايما بتكلم ان انا عايز اشارك وعايز العب، ولكن هو بيبقى ليه وجهه نظر، ودايما بيبقى المدربين كلامهم يعني كنت دايما بحب ان هو يبقى ان هو عايز حاجه مثلا معينه يطورها، لا انا بشوف دايما كل المدربين بتكلم معاهم بيتكلموا معايا في عقود وفي ارقام، وما بيتكلمش معايا في جوانب فنيه، بمعنى ان انا بروح اتكلم معاه يقول لي طيب اكيد يعني، وبيتكلم معايا كلام دبلوماسي اي مدير فني ممكن يتكلم مع اللعيب بتاعه،
ولكن في النهاية بيدخل معايا في جانب التعاقدي يعني. طب هو ده مش اسوري ولا كان قبل مدربين فنيين قبل كل كده؟ المدربين اللي اتكلمت معاهم ما فيش غير مستر فيريرا، اللي هي الظروف اللي حكمت اكون معاه رقم واحد بسبب الظروف اللي حصلت الناس كلها عرفتها او كانت بتتابعها الفترة دي. فده الوحيد ان انا مستر فيريرا بعد 3 4 ماتشات، حتى في ماتشات قبل كان زميلي كان بيلعب ابو جبل، كان هو عايز يلعبني فيها، ولكن في ظروف كده حصلت برضو في الكواليس. صعب معنى الكلام ان كده في كلام من الاداره ما تلعبش عواد، لعب كذا. الله اعلم برضه، انا مش عايز ادخل في نية حد، بس كل الكلام اللي كان بيتكلم معايا كل المديرين الفنيين اتكلموا معايا كان بيتكلم معايا في امور فنيه، ادي لك فرصتك وكده هتلعب وهتشارك في التوقيت اللي انا عايز، يعني كلام الطبيعي يعني بتاع المدربين ممكن يقول اللعيب عنده، ولكن في النهايه لعيب بيتطرق في موضوع التعاقدات. طب ايه بيتكلم معاك في التعاقد اللي هو يقول لك ايه؟ بيتكلم ان انت عادك كويس واكيد يعني هتجيلك فرصه وما تستعجلش فاول ما يتكلم معايا في الحته دي فافهم ان في حاجات تانية واصله له او حد متكلم معاه في حاجه معينه. طب بصراحة في حد من الزمالك او من الادارة عموما كلمك تقلل عقدك؟ لا بصراحه لا. عشان كان في فترة من فترات طلع ان في كلام من اللي انت ما هو تقلل عقدك. الكلام ده مين اللي بيقوله؟ ما عشان نعرف، ما هو ده بيبقى كله من داخل نادي الزمالك. انت في الاول وفي الاخر دور الاعلام هو بياخد بياخد معلومة من جوه النادي. المعلومه. قد طلعت ان عواد ناوي شيئا مرتبه، وعواد هيبقى احتياطي، هل ده فعلا حصل؟ بص للأمانة يعني مفيش حد واجهني في النادي من ساعة لما دخلت النادي على موضوع عقدي. في حد بس يعني تقريبا أول سنة كان في الإدارة المالية اتكلم معايا بشكل ودي برضه إن إحنا ممكن نعمل كذا، لو طبعا تعمل ايه؟ ممكن تقلل عقدك عشان ظروف النادي، فطبعا قلت لهم مش من دورك إن أنت تتكلم معايا أصلا في ده موضوع من زي الإدارة ده. المالية. طب أه بالظبط. فأكيد حد من جوه النادي برضه اللي هو اللي وصلني إن هو انت يجي شايف ان يتكلم ده معايا. طبيعي؟ لا هو مش من الطبيعي ان هو يجي يتكلم معايا اصلا يعني، بالظبط. فما سمحتلوش ان هو يتكلم معايا في الموضوع، بالنسبه لي اتقفل يعني، اتقفل في وقتها يعني على طول. بس محدش في النادي جه يتكلم معايا للامانه يعني، اتكلم معايا وهم النادي كمان كان ملتزم معايا في العقد. كان في حصل تسريب لعقد عواد، وبدأ الكلام يكتر كتير جدا داخل نادي الزمالك، كل اللعيبه بتغير. هل ده بيحصل؟ اللعيبه ممكن تغير من بعض بسبب العقود ما بتتسرب؟ بص يعني اكيد الناس كلها بتبص لبعض، بس انا لما يعني الحمد لله انا شخصيا عمري ما بصيت للعيب، انا دايما ببص لنفسي، انا شايف نفسي دايما، بحب ان انا اقدر نفسي والرقم اللي انا او الرزق اللي ربنا بيكتبه لي انا بكون راضي بيه يعني. يعني ممكن مثلا في ال4 سنين او 5 سنين ما اتكلمتش مع حد ان انا مثلا عايز ازود عشان فلان زود عقده او فلان خد اكتر مني، انا ما ببصش للحته دي يعني، دايما ببص لنفسي. فانا الحمد لله كنت راضي بالارقام اللي انا خدتها، وانا شايف ان انا استحق الارقام دي نتيجه كمان المجهود اللي انا عملته مع الفريق، البطولات اللي قدرت احققها مع النادي، فانا شايف ارقام عاديه جدا مقارنه بالعروض اللي كانت بتبقى موجوده وكان بتجيلي قبل ما اجي الزمالك. كمان كمان النادي كان ملتزم بيها يعني بشكل كبير جدا. تواصلت مع كابتن عبد الواحد علشان ان انت تبلغه ان انت خلاص عايز تكمل مع نادي الزمالك. كان في كلام ان عواد، طب لو عرض عليه نفس الراتب الشخص اللي هو بياخده، هل هيوافق اللي هو يجدد ولا لا؟ بص انا يعني ما بحبش اتكلم في امور التعاقديه، بتبقى دايما يعني امور بينه وبين النادي، بس ما فيش حد قعده بينتهي برقم وبياخد نفس الرقم يعني، اكيد بيبقى فيه امور تصاعديه يعني، بس ولكن هي الامور التفاضليه دي بتبقى بينه وبين النادي. بالنسبه للكلام اللي كان انتشر اللي كان عواد هيبقى ضمن صفقه تبادليه في فاركو في انتقال محمود حماده نادي الزمالك، طبعا قبل ما يجي خلاص رسمي ايقاف القيد للزمالك، هل الكلام ده حصل فعلا؟ كان في صفقه تبادليه انت كنت هتكون فيها؟ لا لا انا سمعت بس كله كلام سوشيال ميديا وكلام اعلام، بس ما فيش حد يتكلم معاه بشكل مباشر. لا ما حصلش. هل عواد نفسه هو قرار نفسه كان يعني يوافق اللي هو يبقى في صفقه تبادليه؟ يعني انت مثلا سي لو كنت رحت مثلا فاركو وهتاخد نفس الراتب او اكتر، يعني كنت توافق ان انت تبقى صفقه تبادليه؟ لا لا كنت شايف كده. بتتحسب ازاي بالنسبه للعيب اللي هو كصفقه تبادليه؟ بيبقى بالنسبه له هو الشعور بيبقى يعني لعيب يعني قلل من الايمج بتاعته مثلا، ولا بتتحسب ازاي؟ لا لا انا جيت للنادي في صفقة انتقاد نهائي بيني وبين النادي الزمالك وبين النادي الاسماعيلي، فشايف ان لو في انتقالة يبقى بالطريقة دي، مش حابب ان يبقى في صفقة تبادلية بيني وبين اي حد يعني. محمد عواد اول لعيب في نادي الزمالك تم تسريب عقده،
اللي حصل ساعة ما عندك تصرف في الإعلام؟ أنا شايف دايما الأمور التعاقدية اللي بتبقى بين النادي وبين اللاعب دي حاجة شخصية، يعني ما فيهاش إن هي تخرج للإعلام. أكيد طبعا كنت مستعجل جدا ونقلت الكلام ده للإدارة، ولكن بعد فترة طبعا من وجودي في النادي اكتشفت إن الأمور دي طبيعية، يعني في جبهات طبعا، أمور اللي الناس كلها شايفاها ومتابعاها، فعادي يعني اتأقلمت على الموضوع يعني. طيب اللعيبه بعد ما تسربت العقود بتاعها في الفتره الاخيره، كل اللعيبه اعتبر نادي الزمالك تسرب العقود، ايه اللي بيحصل ما بين اللعيبه يعني؟ يعني اللي بيتسرب عقده يعني بيقول ايه ولا ايه اللي بيحصل؟ بص انا بتكلم عن نفسي انا شخصيا، يعني بالنسبه لي ان كل ده كل لاعب بيجدد او بيمضي برقم هو ده رزقه، مش من حق حد تاني ان هو يبص فيه او يقول ان ده بياخد ارقام اكبر من حد تاني كده. هو تعب واشتغل على نفسه عشان ياخد اللي هو يستحقه، واكيد اللاعب اللي بيفكر او بيبص لزميله لازم يتعب ويشتغل على نفسه عشان يقدر يطلب زي زميله او اكتر من زميله، ده حقه يعني، حق مشروع ان احنا بنلعب لعبه تنافسيه الناس كلها تتنافس عشان تاخد افضل حاجه يعني بالنسبه له. هل فعلا كان انتشر الكلام بعد تسريب العقود ان لعيبه الزمالك بتبص لبعض، هل الكلام ده صح؟ انا اتكلم عن نفسي يعني، انا اتكلم عن نفسي ان انا يعني ممكن اشوف العقود عادي زي الناس. اول ما اتكلمت مثلا مع لعيب على عقد حد من زمايلي، انا شايف ان ده رزقه وده حاجة هو اتفق مع النادي عليها وهو راضي بالحاجة دي والنادي برضه راضي، فخلاص ما فيش بس مشكلة. ما بيكونش في أزمة في أوضة اللبس. لا لو في، حتى لو في بيبقى كلام بين اللعيبة وبين بعض يتكلموا، حاجة ما فيهاش حد يتكلم فيها أصلا يعني، مش من حق حد إن هو يتكلم فيها، حاجة أمور تعاقدية بين اللعيبة وبين النادي يعني، فأنت مش من حقك كلاعب تتكلم على عقد زميلك يعني. محمد عواد كان في قمة مستواه بعدين احتياطي لأبو جبل، بعد كده محمد عواد رجع تاني لقمة مستواه احتياطي لصبحي. عواد شايف أثر في حق نفسه؟ الكرة فيها متغيرات وعلى حسب النتائج يعني، ما تقدرش تقول ان في حد ضامن المكان بتاعه في الكورة يعني، دايما النتائج خاصة في الأندية الكبيرة اللي بتنافس على بطولات، النتائج هي اللي بتتحكم في أداء اللاعب أو هو يقدر يكمل بشكل أساسي أو لأ، ولكن في الظروف اللي احنا بنعيشها في النادي الزمالك متغيرات كل يوم يعني، فطبيعي انا لعبت وقعدت وابو جبل لعب وقعد وجنش لعب وقعد وفي ناس لعبت ومشيت وناس لسه موجوده وصبح لعب وقعد ولسه هيلعب ويقعد تاني، فده طبيعي في الكوره يعني، خاصه في الظروف او في الاجواء اللي احنا بنعيشها في نادي الزمالك يعني. عواد بينزعج من مقولة إن هو عواد حارس مرمى قصير القامة؟ لا لا خالص يعني، انا اشوف ان هي كلام سوشيال ميديا و يعني لو فعلا انا بركز في الكلام ده، طب انا 185 سنتي، زميلي محمد صبحي 186 فرق سنتي يعني، فبتكلم على عواد ان هو قصير، بتكلمش على صبحي ان هو قصير، فلا يعني اكيد ده كلام سوشيال ميديا وبقى كلام موجه. انا خدت نصيحه من زميلي طارق حامد اول لما جيت للزمالك، والحاجات اللي انا استفدت من طارق فيها يعني، ان قال لي لو انت عايز تلعب كوره في الزمالك ما تركزش لا مع السوشيال ميديا ولا مع اعلام عشان تقدر تلعب في نادي الزمالك، لو انت ركزت في الحاجتين دول مستحيل تلعب في نادي الزمالك او هتكمل في نادي الزمالك. فعشان كده انا من ساعه لما دخلت يعني خدت من النصيحه وبدات اشتغل على الحته ديت، والحمد لله يعني الواحد ممكن اشوف كل حاجه واتابع كل حاجه ولكن ما تاثرش فيا خالص يعني. هل طبعا الفتره الحاليه طبعا اللعيبه جزء كبير ما اخدش مستحقات، انتوا كلاعيبه بتحسوا بالمشاكل الاداريه ان في انتخابات وكده، ولا بتبقوا يعني بيبقوا خلاص مفصولين عن النادي، ولا بيبقى الموضوع ازاي يعني؟ الجماهير بتبقى حابه تعرف هل اللعيبه فعلا مركزه، ولا اللعيبه دماغها في مين جاي رئيس نادي جديد، طب الفلوس هتتحل، طب العقود هتتجدد؟ هي مشاكل ومطروحه يعني قدام الناس كلها والناس كلها عايشاها بس يعني انت كل لعيب وليه شخصيه، وكل لعيب بيقدر يفصل او لعيب بيتاثر بالاحداث اللي حواليه، اكيد صوابعك كلها مش زي بعض يعني. انا خلاص يعني انا بالنسبه لي اتعودت على الضغوطات وتعودت على ان كل يوم في حاجه جديده هتحصل في نادي الزمالك، انت بتبقى صاحي الصبح وعارف ان انت هتفتح للسوشيال ميديا اللي تتابع الاعلام اليومي ان انت في مشاكل في النادي وفي احداث جديده بتحصل،
الواحد بيبقى ليه هدف واحد، ان هو راح التمرين راح يشتغل وخلاص، بعد كده يقدر يفصل، يقدر يتابع الحياة بشكل طبيعي مع الناس، وهي بتختلف من شخص لشخص. يعني اكيد كلنا مهتمين بالامور المالية والامور الشخصية، بالنسبة لنا كلنا كلاعيبة اكيد احنا ان شاء الله، يعني انا عن نفسي متفائل ان شاء الله الفترة اللي جاية تبقى فترة كويسة على النادي كله، وفي امور كتير جدا تتغير جوه النادي، وده الامل بتاعنا يعني ان شاء الله، وزي ما بقولوا كده تفائلوا بالخير تجدوه يعني ان شاء الله. فترة فترات كان الزمالك طبعا موجود معاه بن شرقي، ساسي، مصطفى محمد. هل شايف لو اللعيبه دي كانت كملت كان الزمالك يقدر ياخد بطولات اكتر او ياخد بالاخص بطوله دوري ابطال افريقيا؟ بنسبه كبيره يعني، انا شايف ان الجيل ده لو كان استمر فتره اطول، طبعا طارق حامد، طارق حامد وابو جبل وجنش والناس كلها لو كانت موجوده، اللعيبه الكبار دول، كان اكيد يعني النادي قادر ان هو يحقق حاجه كويسه يعني. انت تتواصل مع بن شرقي او ساسي لحد دلوقتي؟ انا كنت لسه بتواصل مع اشرف بن شرقي وساسي، بطمن عليهم واتكلم معاهم باستمرار، لعبة كبيرة واثروا فينا يعني، وسابوا معانا ذكريات كويسة، فدايما على تواصل معاهم. وبن شرقي فعلا كان الزمالك كلمه ان هو يجي ولا ما سالتوش في الموضوع ده؟ لا يعني انا دايما بتكلمش في الامور الشخصية لاي لاعب، ما بتكلمش معاه فيها، بس يعني اشرف وساسي وكل اللعيبة اللي خدمت النادي اكيد لو اي وقت فكروا ان هم يبقوا موجودين في النادي اكيد النادي هيكون مرحب بيهم يعني. كنت طبعا احتياطي في ماتش النهائي دوري ابطال افريقيا اللي هو هدف افشه القضيه، هل كنت تتمنى ان انت تكون مشارك في المباراه دي؟ اكيد طبعا، مفيش واحد في العالم ما كانش يتمنى يكون موجود في مباراه زي ديت، خاصه ان هو حدث ما بيحصلش كتير في الكوره، اكيد كنا نتمنى ان احنا ناخد البطوله دي، كانت تفرق معانا مع الجيل اللي كان موجود، كانت تنقله نقلة تانية كده خالص يعني. احساسك ايه بعد هدف قفشه؟ الأحداث اللي بعد الماتش أكيد كلها كنا متوقعين، دخلنا في مشاكل ولاعيبة عقدة بتنتهي محدش بيجدد لها، وكل المشاكل اللي الناس تبعتها يعني، محل مجلس إدارة ويرجع تاني ويتحل تاني. الأهلي دايما ما بيكون فايق في المباراة بيحاول اللي هو يكسب بأكبر نتيجة ممكنة، عكس نادي الزمالك في ماتش الكاس كان يعتبر الشوط الاول كان ممكن الزمالك يقدر يخلص 4-5. هل انت شايف ان دي ثقافه لعيبه ولا ده بيكون ايه؟ دي حاجه برضو من ضمن الحاجات، ان اللعيب لما بيكون كسبان 1-2 وجات له فرصه ان هو يجيب 3 و4 خلص الماتش بدري، بتبقى ثقافه لعيبه. خاصه ان انا افتكر ماتش الاهلي 2-1 ماتش الكاس السنه اللي فاتت، يعني احنا الماتش ده يخلص مثلا 5-6 للزمالك، وفرص مؤكدة، كان في استهتار بشكل كبير جدا في الماتش، كان ممكن النادي الأهلي يرجع في الماتش ويقلب النتيجة، ممكن جزء منها ثقافة لعيبه وشخصية كمان، شخصية اللعيبة إن أنا أبقى دايما عايز أكسب، أو حاطط تارجت إن أنا بنزل كسبت 1-2 و3 ما بقاش عندي مشكلة بعد كده، أقدر أخلص الماتش بدري. ف هي بتبقى بنسبة كبيرة شخصية لعيبة، وكمان ثقافة لعيب، ان هو انا بالنسبة لي مش بنزل ماتش بس ان انا اكسب بس واحد، ولا لا انا عندي فرصة ان انا ادوس على الفريق اللي قدامي واعمل نتيجة كبيرة، اقدر كمان اخد بيها ثقة واقدر اخوف الفرق بعد كده اللي انا بلعبها، تقدر تعمل لنفسك كمان كفرقة بقى شخصية، وتبقى يعني بنقولها في الكوره ان انت عامل لنفسك هيبه يعني. طب انت بين الشوطين كان عيبه ما اتكلمتوش مع بعض؟ لا اتكلمنا مع بعض، واتكلمت معاهم ان احنا لازم لو جات لنا فرصه تاني نخلص الماتش بدري، احنا لو هم طول النتيجه طول ما هي 2-0 هي قريبه، انت ممكن الفرقه اللي قدامك تقدر تجيب جون يبقى الدوافع بتاعتها اكبر، انت بتبدا تهمل شوية، المعنويات بتاعتك بتقل شوية، فده في الكورة ان انت 2-0 1-0 النتيجة بتبقى في الملعب لسه، كلنا اتكلمنا ان احنا ننزل الشوط التاني وقدرنا ان احنا نعلي النتيجة اكتر من كده، تبقى الامور بالنسبة لنا ونقدر نخلص الماتش بدري، لان احنا كنا كمان عندنا منافسة في الدوري، كنا عايزين نبقى مرتاحين بدري ما نعملش مجهود اضافي، واحنا كنا بنلعب كل 3 ايام ماتش في الوقت ده، ولكن النتيجة نزلنا الشوط التاني ضيعنا برضه فرص يعني شبه اهداف مؤكدة يعني، والنادي الاهلي قدر يجيب جون، وقعدنا تقريبا تلت ساعه يعني
مضغوطين في الماتش ده، بس في النهاية الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نحقق الكاس، ويعني البطولة بتبقى بطولة غالية جدا لما بتاخدها من دايما من المنافس بتاعك النادي الاهلي يعني. بعد رفع الايقاف عن كهربا، طبعا كان اول مباراة ما بين الزمالك والاهلي، طبعا كان في حساسية بين الجمهورين عشان فوار كهربا طبعا والايقاف وهو راجع. انتوا كلاعيبة بتتكلموا ان كهربا ما يسجلش ولا؟ بص، هي بتبقى يعني هي اللعبة دايما بتبقى واخدة بالها في الملعب ان عشان في حساسية بين الجمهور وكهربا، ان هما مش عايزين كهربا زي ما بيقولوا كده يبقى في لقطة على حساب نادي الزمالك، ولكن كان كل الناس بتركز في الماتش زيه زي اي ماتش، مركزين في الماتش وعايزين نكسب الماتش، ولكن التوفيق بقى طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيبقى في الماتش، ان هو كهربا لسه راجع من الايقاف ويجيب جول فياخد اللقطة في مصر كلها، والناس كلها تبقى شايفة ان كهربا بعد ايقاف طويل جدا قدر ان هو يجيب جول في النادي بتاعه في ظل المشاكل اللي بينهم، هي دي بس اللي خلت الجول ليه مردود يعني عند الجماهير يعني. بس في مهاجمين كتير بيبقوا دايما حظهم عالي على الفرق، منهم مثلا محمد شريف مع الاهلي دايما بيسجل كتير في الزمالك، هو ده بيبقى يعني انت كحارس مرمى بتبقى نازل عارف ان المهاجم ده بيسجل فدايما عارف ان هو يسجل، ولا بيكون موضوع ايه؟ لا هي بس بيبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى طبعا، اول حاجه يعني في الكوره بيبقى توفيق، هو بيبقى مركز ونازل عارف ان هو في نقط ضعف عند الفريق المنافس، هو بيبقى لعيب ذكي مثلا، ممكن نقول ان هو لعيب ذكي فبيستغل انصاف الفرص بالنسبه له في الماتشات اللي زي دي، فهو بيقدر يستغل التفاصيل دي ويقدر من اقل فرصه بتيجي له بيجيب منها جول، بيبقى معاه التوفيق يعني دايما، ف بيبقى حظه زي ما بنقول عالي على نادي الزمالك. يمكن انا اتكلمت في ماتش اخر ماتش لمحمد شريف مع الاهلي الاخير، شريف قبل ما ينزل انا عارف انه هينزل يجيب جول، هو موفق ان هو بينزل قدام الزمالك هيجيب جول خلاص، اقل فرصه اي فرصه هتيجي لمحمد شريف قدامه جول هيجيبها جول، سبحان الله هو موفق خلاص محظوظ، فنزل اول فرصه اول هجمه لمحمد شريف بجول، فخلاص يعني دايما في الكوره بتبقى لعيب كعبه عالي على الفريق اللي قدامه خلاص بتبقى ماشيه معاه، بس مش محمد شريف لا، اي لاعب في اي نادي بيبقى في نادي معين، انا نفسي كنت بتفائل مثلا بلعب قدام نادي مثلا معين ابقى عارف ان انا مثلا هيجي في ضربه جزاء واصدها. طب دي بتبقى ثقافة عند اللعيب مثلا، هو عارف ان ده هيسجل، او يعني انت مثلا كحارس هتصد من اللعيب انا ده، انا في في لعيب هيدخل في الجون يعني انا عارف ان في لاعب مثلا مهاجم انا حظي عالي عليه فهو مستحيل اخليه يعرف يجيب جول، انا ببقى مركز معاه ان هو لا مش هجيب فيها جول. طب مين المهاجم اللي محمد عواد بينزعج منه دايما؟ ده انت دايما بتعمل حساب لكل المهاجمين، دايما انت بتبقى عامل حساب للعيبه كلها والمهاجمين كلهم، ان انت دايما بتبقى لعبه تنافسيه فدايما بتبقى مركز ان انت اي وقت او اي لحظه ان انت ممكن لاعب يسجل، فدايما بيبقى تركيزك مع الناس كلها وطول السنين دي انت بتركز مع زمايلك بس، ما تركز مع الخصم بس، انت كمان بتركز مع زمايلك ان انت ممكن اي حد من زمايلك ممكن يخطأ قدامك فتيجي فيك جول، فانت بتلعب على الناس كلها يعني. خلال مباراة الأهلي الأخيرة والفوز 4-1، فتوح راح على دكة الزمالك وطلب إن صبح يتغير وإنت تكون موجود، هل الكلام ده صح؟ حصل حصل بس أنا اتكلمت مع عبد المنصف وطلبت منه إن هو ما يغيرش صبح، يمكن الموضوع ده طلع من جوه النادي إن أنا خفت إن أنا ألحق الماتش، بس الحقيقه ان انا ما حبيتش ان صبحي، انا حطيت نفسي مكان صبحي ان انا ممكن ابقى معرض ان انا مش موفق في ماتش زي كده، وخروج الحارس في ماتش زي ده بعد الاخطاء دي ممكن اول حاجه يفقد الثقه في نفسه، تاني حاجه ممكن ما يبقاش عنده حظوظ بعد كده ان هو موجود، خاصه ان صبحي من الجون الكويسه اللي ليه مستقبل ان شاء الله في مصر في حراس المرمى، لكن انا ما كنتش حابب ان هو في الوضع ده، وخاصة في الظروف اللي حصلت في الماتش ان هو يغير يعني، واتكلمت انا مع منصف وقتها وقلت له لا ما تغيروش خليك واقف جنبه وعدي الماتش ايا كانت النتيجة خلاص يعني، ايه اللي هيحصل الشوط الاول خلص بكل الكوارث اللي فيه
فايه اللي هيحصل بعد كده. ف وخلاص وكمل، انا فعلا سخنت، دخلت بين الشوطين سخنت وكمل صبح بعد كده الماتش والحمد لله. اتكلمت مع صبحي بين الشوطين، اتكلمت معاه قلت له خلاص انسى الشوط خلص، وبدل ما النتيجه تزيد اكتر من كده خلاص اكن ما فيش حاجه حصلت خالص، وكمل الشوط الثاني وركز ان انت تعمل حاجه كويسه، ان انت تغفر لك اذا كان في خطا ولا اي حاجه حصلت في الشوط الاول، تقدر ان انت تعدل او تصلح صورتك في الشوط الثاني بس. والحمد لله ربنا كرمنا في الشوط الثاني وشال واحده برده كويسه والماتش عدى على خير. يعني شايف في طريقه لعب اسوريو مع الزمالك، شايف اللعيبه الشباب مظلومين بالطريقه بتاعته؟ اكيد انا شايف ان الطريقه عايزه كواليتي معين، عايز اجواء كمان يعني مناخيه حول الفريق. طب الكواليتي معين، معلش هو الكواليتي المعين ده كان لعيبه من الدوري المصري تيجي الزمالك ولا لعيبه من بره؟ لا يعني بتكلم على الطريقه نفسها، الطريقه نفسها عايزه يعني عايزه اجواء، اول حاجه اجواء كويسه للفريق، ان انت تبقى الفريق مهيئ نفسه ان هو يقدر يشتغل بالطريقه ديت. كمان كواليتي اللعيبه، يعني عايز ما ينفعش انا اللعيب مثلا تلت الفريق لعيبه صغيره ولسه بادئه حياتها في الكوره، لان احنا اصلا لعيبه طبيعي، اللعيبه المصري مش متاسس بشكل كويس، اللعيبه المصري مش متاسس بشكل كويس، مش متاسس بشكل كويس، يعني اساسيات الكوره عندنا بصراحه الاجيال اللي بعد كده واحنا ما اهتمناش بيها عندنا مشكله كبيره جدا، يعني الاساسيات الباص والاستلام والتسلل. وفي لعيب كوره يبقى بيقبض مرتب وفي نادي كبير ما بيعرفش يباصي؟ مش عايز اقول كده يعني، بس في يعني احنا الاساسيات الكوره ما اتعلمناش صح، يعني ما اتعلمنا، ما كانش فيه اهتمام بالناشئين بشكل كبير، ان اللاعب تحت ضغط يقدر يستلم ويقدر يطلع باص كويس. احنا بنلعب في الزمالك فدايما في ضغوطات في الزمالك، ودايما في ضغوطات في المنتخب في الاهلي، فعايز نوعيه لعيبه معينه يعني. فلما بنتحط تحت الضغط بتبقى في مشاكل كتير بتبقى باينه للناس، يعني اكيد كل الكلام ده باين للناس. يعني دلوقتي الزمالك فيه ايقاف قيد، ومن حوالي سنتين كان الزمالك برضو عنده ايقاف قيد وقدر ان هو ياخد دوري وكاس. هل الزمالك مع طبعا فيريرا، هل الزمالك قادر مع ايقاف قيد الموسم الحالي ياخد بطولات ولا الموضوع صعب؟ بص، هو اول حاجه الوضع او الاجواء حوالين الفريق، يكون الناس حوالين الفريق موفرين يعني ظروف مناخيه ان الفريق يقدر ينافس على البطولات. احنا شايفين ان الامور دلوقتي الفريق بيمر بظروف صعبه جدا، مفيش استقرار مادي، مفيش استقرار يعني، عوامل كتير جدا موجوده حوالين الفريق مؤثره على الفريق، مشتته تفكير اللعيبه بمعنى اصح. اعتقد يعني لو الظروف اتحسنت وتوفر مناخ كويس للمجموعه اللي موجوده، احنا كان من سنتين بالظبط، سنه ونص بالظبط، بنفس المجموعه اللي موجوده دلوقتي، لا ده بالعكس اتضاف عليها عناصر كويسه اللي هي كانت افضل العناصر الموجوده في الدوري في الموسم اللي احنا خدنا فيه الدوري والكاس، اضافوا لينا. فانا شايف ان المجموعه دي تقدر تحقق بطولات مع النادي، ولكن لازم يكون في عوامل متوفره للفريق، اهمها الاستقرار والاجواء التنافسيه اللي نقدر الفريق ينافس فيها. اعتقد ان احنا ممكن نقدر نحقق حاجات سريعه ان شاء الله. خلال تواجدك انت وجنش وابو جبل كان في كلام كتير ان في مشاكل بينكم انتوا الثلاثه، هل الكلام ده صح؟ بص يعني مش دايما اللي بتصدر للاعلام او بتصدر للسوشيال ميديا هو بيكون مظبوط يعني، ولكن ما فيش حد عاقل هيجيب ثلاث حراس بالقيمه دي في فريق واحد، واكيد مش هيكون في مشاكل يعني، هيكون في مشاكل طبعا، ولكن مشاكل صحيه، ان يعني الناس كلها عايزه تلعب والناس كلها عايزه تشارك، وده طبيعي، ولكن كان في حاجات بتتقال يعني اكبر من الاطار التنافسي او اللي الناس يعني كانت عايشاه في النادي، فكان بتخرج حاجات كتير جدا مش مظبوطه يعني. يعني هو في فتره من فترات كان طلع كلام ان في احد الحراس كان بيعمل اعمال، هل الكلام ده كان صح؟ لا يعني دي ما اقدرش ادخل فيها بصراحه. يعني دايما بنسمع الموضوع ده كان منتشر يعني في النادي بشكل كبير، بس يعني ما شفتش حاجه زي دي بصراحه. الناس كنا بننزل التمرين مع بعض، كنا بنشتغل، وكان في تنافس بيننا بشكل كبير. ممكن كان في بعض المناوشات شويه بين جنش وابو جبل،
بس ده طبيعي يعني، يعني الامور كان في الاطار التنافسي. بس كان في كلام بيتقال ان انتوا الثلاثه كنتوا بتتدربوا وما بتكلموش بعض. لا مش بنتكلم، ما بنتكلمش بعض، بس يعني انا عن نفسي لما بنزل تمرين ما بحبش اتكلم في التمرين، انا احب ابقى مركز واحب اشتغل بس يعني ما بحبش ان انا ابقى اضيع مجهود في او تركيزي في الكلام. في اوقات معينه مثلا عندي تمرين مثلا بتبقى احنا عارفين ان احنا تمرينه مش هنعمل فيها حاجه، بتبقى فاني في قبل الماتش، بنقعد نهزر ونضحك ونتكلم، لان يعني اصلا بيبقى الحمل التدريبي او المجهود فيها قليل جدا، عشان ببقى تاني يوم ماتش. مش مطلوب مني مثلا ان انا انزل مع زميلي اقعد اهزر معاه واضحك معاه وما اشوفش شغلي. فطبيعي ان احنا كحراس ننزل التمرين كل واحد يبقى مركز في شغله، خاصه ان احنا كنا ثلاثه اي حد ممكن يلعب. فكان في يعني كان في تنافسيه بشكل كبير جدا في الوقت ده، فمن حق ان انا انزل ما انزلش ما اكلمش زميلي في خلال التدريب، بس خلال ان انا خلصت تمرين اقعد اسلم على زميلي واتكلم معاه عادي جدا، تبقى علاقتي بيه كويسه يعني. كنت متواجد في الدوري السعودي مع الوحده وتألقت تألق كبير. طبعا دلوقتي الدوري السعودي تطور رهيب، من افضل يعني بيصنف دلوقتي من دوريات العالم موجوده. تتمنى ان انت ترجع السعوديه الفتره الجايه؟ اكيد طبعا، اي لاعب في العالم دلوقتي يتمنى ان هو يبقى موجود في الدوري السعودي. خلاص بقى خد طبعا التنافسي بشكل كبير جدا، كل النجوم في العالم بتبقى موجوده دلوقتي في الدوري السعودي، واضافه طبعا لاي لاعب ان هو يبقى موجود هناك، لان كل العوامل التنافسيه موجوده وهم موفرين مناخ وبيئه كويسه للتنافس هناك. اكيد يعني اتمنى الواحد ان شاء الله في المستقبل يكون لي فرصه يعني ان شاء الله. بما انك كنت متواجد في الدوري السعودي، ايه الفرق بين الدوري السعودي والدوري المصري؟ وايه الحاجات اللي نفسك يعني تطبقها في الدوري السعودي نفسك تطبق هنا في الدوري المصري؟ يعني من الحاجات اللي نفسي اشوفها هنا في الدوري المصري مواعيد. بصراحه انت بتبقى بدايه الموسم عارف انت هتلعب امتى وهيبقى عندك اجازات امتى وعندك مواعيد الاجنده الدوليه بتاعتك امتى، ما بتجيش مثلا في ماتش انت بتبقى رايح الماتش ولا ده الماتش اتاجل اللي في الاتوبيس ويرجع تاني، لا ما بتحصلش يعني هناك يعني. فشايف ان هم عاملين بيئه كويسه جدا تنافسيه بين الانديه كلها، ما عندهمش نادي كبير ونادي صغير، كل الانديه شبه بعض هناك، ممكن كل الفرق تكسب بعض مفيش اي مشكله، ما عندهمش ميول ان الفريق ياخد الدوري عن شايف فريق هنا تاني. ان في فرق بين الانديه الكبيره والصغيره في مصر؟ لا فرق كبير طبعا يعني، انا مش شايف في شغل كتير جدا لازم في مصر يتعمل عشان نوصل للدوري السعودي. فاتمنى ان شاء الله يعني احنا بدانا نشوف بوادر كويسه، الناس مهتمه بالدوري، الناس بتحاول تطور من الدوري. اكيد يعني انت يعني في عندك فتره، كان فتره انتقاليه في مصر كلها بحوالي 10 سنين، فانت مش هتقدر تصلح الدوري عندك هنا في سنه او اتنين يعني، اكيد هتاخد وقت برضو، تراكمات عدت عليك كتير جدا. اتمنى ان شاء الله الناس تفضل مهتمه بالدوري وتحاول تطور فيه، وحاله التنافس عامه يعني بين الانديه وبين بعض هتخلق روح تنافسيه كويسه، هتخلق بيئه كويسه للناس كلها، واللي يكسب في النهايه نقول له مبروك، واللي بيخسر يعوض بقى الموسم اللي بعده، الحياه تستمر يعني. خلال تواجدك في نادي الزمالك دربت مع 5 مدربين اجانب، ايه الفرق بين كل واحد فيهم؟ يعني انت من وجهه نظرك من الافضل لو هترتبهم؟ افضل مدرب انا اشتغلت معاه وحققت معاه بطولات اكيد، بس في الواقع انا بالنسبه لي شخصيه وكاركتر وكل حاجة اشتغلت معاها هو بيبقى مستر فيرير. شايف ان هو بيبقى عامل حماية بشكل كبير جدا للعيبة بتاعته، خاصة في الوقت اللي احنا كنا فيه، بيدي الثقة بشكل كبير جدا ان انت تقدر تطلع كل حاجة عندك. دي اهم حاجة بالنسبة للعيب الكورة، ان هو يبقى انا واثق في المدرب بتاعي وحاسس ثقة المدرب فيا عاملة ازاي، فاقدر اطلع لك النتيجة اللي انت بتشوفها في الملعب يعني. فاعتقد انا بالنسبه لي في فيريرا في رقم واحد في الناس كلها اللي اشتغلت معاهم في نادي الزمالك يعني. ايه الفرق بين كل واحد والتاني؟ يعني انا مش يعني ما خدتش فتره لعب بشكل كبيره في نادي الزمالك غير مع مستر فيريرا، ف يعني مستر كارتيرون كنت بعيد، دخلت شويه اشتغلت شويه وخرجت تاني، مستر باتشيكو ما اشتغلتش معاه اصلا، سوري برضه ما اشتغلتش معاه بشكل كبير، فما اقدرش احكم عليه يعني، مدرب كويس وبيتعامل معانا كويس، بس لسه يعني على مستوى النجاحات اعتقد يعني مستر فيري رقم واحد وبعديه كارتيرون يعني. اقرب موقف عواد شافه في مسيرته الكرويه وعمره ما ينساه؟ اكيد ده موقف مصر التعدين، الكره اللي صدتها من نص الملعب يعني، اعتقد ان هي اقرب موقف هو يعني اللي حصل ساعتها ايه اللي حصل؟
ان خلت تطلع اصلا الملعب. بص، هو موقف بيحصل تلقائيا يعني. انا دايما متعود ان في طريقه اللعب لما بنلعب مع مدربين بيلعب بيحب الجون يلعب ليبرو من ورا اللعيبه، فانت بتبقى اي كره طويله من ورا مدافعين. والماتش ده احنا كنا تقريبا متعادلين فيه وعايزين نكسب يعني، كان كورنر لينا فتلعب الكره طويله فهم بيشتتوا الكوره، فخلاص راحت واحد جاي انفراد بقى من نص الملعب ومفيش حد من زمايلي كلهم قدام، فانا طلعت بشكل غلط يعني ما قدرتش الكوره بتقدير كويس، فالكوره طبت وقفت مكانها، فانا خلاص يعني بقيت في نص الطريق فمش عارف اعمل ايه. فالواد شاطها، هو شاطها بشكل مش كويس، لانه لو شاطها بشكل كويس كان خلاص جول وكنت انا بره اللعبه يعني. فجت في المستوى بتاعي، فقدرت اتعامل معاها بايدي بشكل تلقائي يعني، بس الغريب ان مفيش حد شافها ولا الحكم ولا الحكم الراي ولا والمذيع اللعيب. كمان ما شافهاش، فحتى الناس اللي في التلفزيون ما حدش خد باله من الموقف، فلا فكان في حاجة غريبة يعني. طب انت بعد الموقف ده انت حسيت ان انت عملت كده ولا بعد الماتش؟ لا انا حسيت، انا كنت مستني ان هو يطردني يعني، بس الحمد لله يعني عدت وخدت، كان وقتها يعني ضجة بشكل كبير جدا لان ما بتحصلش كتير في الكورة يعني. وانت بعد ما عملت الحركه دي وحسيت خلاص ان الحكم هيطردك، مفيش حد من زمايلك في الملعب كلمك او قال لك اي حاجه؟ لا لا، هي اللقطة عدت، ولأن احنا كنا الفترة دي يعني كان آخر 5 دقايق للماتش وخلاص احنا مضغوطين، ما حدش كان مركز في ولكن أنا حسيت بأثر اللقطة لما رحت الدوري السعودي. كنت بمشي هناك في المول أو في أي حتة ألاقي الناس بتتكلم وتشاور عليا بسبب اللقطة، فعرفت إن هي كان واخدة يعني حجم أكبر من حجمها يعني. خلال حوار تلفزيوني مع الكابتن طارق يحيى سألك قال لك ابنك ولد ولا بنت؟ انا الفتره دي كان في ضغوطات كبيره جدا، فانا طلبت من امير مرتضى ان انا اطلع في برنامج عشان اوضح للناس ان في الكلام بيطلع كتير جدا وانا ما بردش، وده دي حاجه مش كويسه، الناس ما بتعرفش الحقيقه، وانا دايما ما بحبش ارد على الكلام اللي بيتقال لان مش هفضل مركز مع الناس ده قال ايه وده مش هخلص يعني. فطلبت منه ان اطلع في برنامج ان انا اطلع اوضح للناس اللي حصل معايا الفتره اللي فاتت، فجيت الكابتن طارق بيتكلم معايا عندك ولاد؟ قلت له، قال لي مين؟ قلت له مراد، فهو راح قال لي ولد ولا بنت، فمستغرب يعني السؤال بتاعه والرياكشن بتاعه، فما عرفتش ارد عليه وقتها. ف تفكيرك كان ايه؟ عشان يعني دلوقتي الناس بتاخدها على السوشيال ميديا اللي هي حاجات كوميك، فانت بالظبط تفكيرك ساعتها كان ايه؟ انا انت ما وقفت كده؟ ركزتش معاه لان انا كان وقتها كان عنده، انا لو مركز مع كاتب كنت سبته ومشيت. كابتن طلع انا من الناس اللي انا بحبها جدا يعني على المستوى الشخصي، ف بس يعني انا من كتر الضغوطات وانا كنت مركز ان انا اطلع ارد في حاجات معينه فما ركزتش معاها، فبعدها لقيتها الموضوع ترند وهو كابتن طارق بيبقى مركز في الحاجات دي عشان يبقى ترند، فبعدها بعد فتره بقى بدات افهم يعني طب الامور ما مش قابلتش ازاي. كابتن طارق؟ سالته قلت له الموضوع ده انت وانت كتير كابتن تاني في عالم تاني مش معانا على الارض يعني. دلوقتي احنا نروح على فقره الالعاب، اختار اعظم حارس مصري في التاريخ طبعا من وجهه نظرك انت، كابتن احمد شوبير ولا الكابتن ثابت البطل؟ الكابتن شوبيش. كابتن احمد شوبير ولا الكابتن اكرام الشحات؟ كابتن شوبيش. كابتن احمد شوبير ولا الكابتن حسين السيد؟ كابتن شوبيش. كابتن احمد شوبير ولا الكابتن عصام الحضري؟ كابتن عصام الحضري. عصام الحضري ولا احمد الشناوي؟ كابتن عصام الحضري. كموهبه يعني انا شايف ان الشناوي كان المفروض يبقى في حته لوحده خالص يعني، بس كتاريخ وانجازات وكل حاجه لا كابتن عصام الحضري يعني. طيب كابتن عصام الحضري ولا الكابتن محمد عبد المنصف؟ كابتن عصام الحضري. عصام الحضري ولا عبد الواحد السيد؟ كابتن عصام الحضري. عصام الحضري ولا نادر السيد؟ كابتن عصام الحضري. عصام الحضري ولا محمد الشناوي؟ كابتن عصام الحضري. عصام الحضري ولا محمد صبحي؟ كابتن عصام الحضري. بالأرقام وبالإنجازات هو رقم واحد يعني، هو حقق كل حاجة في الكورة وأسطورة من أساطير حراسة المرمى يعني، مع احترام لكل الأسماء اللي أنت قلتها، بس هو يعني زي ما بيقولوا كده قفل اللعبة يعني. هنروح بقى فريقك الأوروبي المفضل، ريال مدريد ولا مانشستر يونايتد؟ ريال مدريد. ريال مدريد ولا برشلونة؟ ريال مدريد. ريال مدريد ولا ليفربول؟ ريال مدريد. ريال مدريد ولا ميلان؟ ريال مدريد برضه. ريال مدريد ولا بايرن ميونخ؟ ريال مدريد. ريال مدريد ولا يوفنتوس؟ ريال مدريد. انت ريال مدريد اصلا؟ مدريد اصلا، فكده كده انا مدريد. مش حد بعد مدريد؟ والله ريال مدريد ولا مانشستر سيتي؟ ريال مدريد برضه خلاص.
خلاص قفل اللعبه انا قفل قفل. طيب دي دلوقتي حاجه كده مساعده، هنلعب لعبه مساعده تمام. انت في حاله طوارئ وبتستعين بلاعب من منتخب مصر او الزمالك، مين اول واحد هيجي في بالك اللي انت تكلمه؟ محمود علاء. محمود علاء. طيب بتغير مكان سكنك ومحتاج حد يساعدك. كلام او غني. احد غني. رايح تستلم جايزه في حفله، مين اللي هتاخده معاك يختار لك لبسه؟ ممكن اخد زيزو. من اللاعب اللي تثق فيه ان هو يحضر لك طعام لو انتم مسافرين مع بعض وهو اللي هيعمل لكم الاكل؟ لا محمود. محمود محمود علاء. محمود معايا بيعمل كل حاجه في الاوضه. طيب مين المغني اللي بتحب اللي انت تروح له دايما تتفرج على حفلاته وبتبقى برضه معاك؟ مين من اللعيبه معاك؟ تامر عاشور. تامر عاشور. تامر عاشور. مين من اللعيبه يكون معاك؟ لا يعني ممكن ابقى اخد حد معايا من اللعيبه، يعني ممكن اخد محمود علاء برضه. محمود علاء برضه. محمود علاء بقى في اي حاجه. بحب الحاجات دي. طيب لو انت ماشي في الطريق وعربيتك عطلت، مين اول واحد هتصل بيه يجي لك؟ في غيره؟ هتكلمه في وقت. محمود علاء. طيب الاسانسير تعطل بيه 5 ساعات، مين اللي انت تتمنى اللي يكون موجود معاك وانت متعطل؟ متيب. ايش بعد؟ الاسانسير هيعويك ولا ايه؟ يقع فين ونخلص. اسئله لو ما كنتش حارس مرمى تحب يكون مركزك ايه؟ كنت مهاجم. مش هتلاقيني بعرف العب. لو خيروك تكمل مع الزمالك وتتوج بالالقاب ولا تكون حارس مصر الاساسي في كاس العالم؟ لا مع الزمالك وتتوج بالالقاب. مع الزمالك وتتوج بالالقاب. لو خيروك ان تكون شخص الكل بيحبه او ان الكل يخاف منه، هتختار ايه؟ لا الكل يحبه طبعا. لو خيروك تحلق شعرك كله او تصبغه لون بنفسجي؟ اشيله كله. لو خيروك بين الحب والمال، تختار ايه؟ لا الحب طبعا عشان الفلوس. لا الفلوس. 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 كذاب. عادي. المال ولا الجمال؟ لا الجمال. المال ولا الذكاء؟ لا الذكاء. المال ولا الصحة؟ صح. الجمال ولا الذكاء؟ الذكاء. الذكاء ولا الصحة؟ لا الصحة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. شكرا جدا عواد انك نورتنا وشرفتنا في موقع في البول. شكرا ليكو ومبسوط انا كنت موجود معاكم النهارده ومزيد من النجاح ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا مع محمد عواد، انتظروا ما هو جديد على موقع في البول في برنامج 1 on 1. سلام.